ساندويتش الفيلي تشيز، ده برضو ساندويتش معروف جدا جدا في كل المحلات، لطيف قوي. هنبتدي بيه عشان ندي للحمة وقت تاخد سواها مظبوط. وعايزين لحمة متقطعة شاورما، عايزين زيت ذرة، فلفل رومي، بصل، ممكن تستخدموهم مفرومين وممكن تستخدموهم شرايح اللي هو يعني جوليان براحتكم. وسترشاير صوص، ممكن تستبدلوه بصويا صوص، ملح وفلفل، وطبعا الملح هنحطه قليل جدا عشان عندنا وسترشاير صوص او صويا صوص. والحقيقه لما بحطه انا بحس انه النكهه بتاعه الخضروات بترتفع شويه. في ناس تقول لك لا ما تحطوش ولا ذره ملح طالما في صويا صوص او وسترشاير صوص. اوكي براحتكم. وكمان انا الصويا صوص اللي بستخدمه لو صوديوم، صوديوم اقل. يعني هي اذواق في الاول وفي الاخر وامزجه وكل واحد حر. عشان نعمل الصوص محتاجين زبده، دقيق، لبن، جبنه تشادر مبشوره، جبنه فلامنك مبشوره، عيش فينو، وزبده لتحميص العيش اذا حبيتوا تحمصوا العيش، يعني ده مش اجباري. طيب هحط على النار معلقه الزيت بعد ما حطيت الووك تسخن. بمناسبه الزيت في كذا تعليق جالي على الحلقه بتاعه الكبده الاسكندراني، اميره كده يعني الزيت هيبقى كتير قوي، نص كوبايه زيت في الكبده ونص كوبايه زيت في التقليه. يا جماعه قللوا الزيت مفيش مشكله، بس انتوا لو شفتوا العربيات بتاعه الكبده اللي كلنا بناكل من عندها بيحطوا زيت قد ايه، زيت يعتبر زيت غزير، يعني هي حلاوتها في كده. لكن انتوا عايزين تقللوا مفيش اي مشكله، ان شاء الله تحطوا معلقه واحده حتى، براحتكم خالص. طبعا التعليق التاني بتاع الطحينه، ما احنا قلنا بقى ان الكبده الاسكندراني دي على طريقتي. التعليق التالت بتاع التقليه، التقليه مش اساسي، يعني انتوا عارفين ان السبع سنين اللي فاتوا كنت بعمل الكبده الاسكندراني من غير تقليه. على سبيل التغيير الطريقه دي برده بتبقى حلوه جدا، اللي مش عايز يحط تقليه مفيش اي مشكله ما يحطهاش. هحط بقى هنا على معلقه الزيت اللحمه يا منى. يبقى كده يا جماعه اهو اللحمه معاها نقطه ملح وفلفل، مش نقطه، فلفل كتير. هنا هحط الجبنه التشادر، ايوه اتفضلوا، نعم الجبنه الفلامنك، متشكره جدا جدا. الريش معاكم على الشاشه يا شباب. حطينا هنا التشادر والفلامنك المبشورين، هننزل عليهم نص كوباية اللبن، هحط عليهم رشة فلفل ومش هحط ملح، ممكن تحطوا معاها زبدة وممكن لا، أنا مش هحط بصراحة عشان الجبن أصلا فيها دهون. والكراب معاكم كمان على الشاشة، شكرا يا شباب. تمام نروح للحمة بقى. كويس قوي، بدأت تخش في السوى، لكن طبعا زي ما انتم شايفين لسه ما استويتش. هقوم منزله لها بقى الوسترشاير صوص والفلفل والبصل يا محمود. ابتدي بقى اجيب الويسك، احط الاول الوسترشاير صوص بس عشان ما انساش، معلقه صغيره، معلقه صغيره او صويا صوص علشان اللي ما عندوش ما يعطلش. طيب هنا في دقيق او نشا وفي زبده للصوص بتاع الجبنه، اختياري، ممكن تحطوه ممكن ما تحطوهوش، انا بصراحه مش هستخدمه، بس انا بحب برضو يعني ايه ابقى قايله لكم على كل الايه الاحتمالات. طيب امتى يا اميره نستخدمه الزبده؟ لو الناس بتحب صوص الجبن يبقى تقيل قوي ويعني دسم. الدقيق او النشا لو انتوا حسيتوا ان السائل زاد منكم مش عايزين تزودوا جبنه، بتزودوا نشا او دقيق بدلها. وضحت كده الفكره؟ طيب اللحمه معاها الملح والفلفل والوسترشاير صوص والبصل والفلفل الرومي، هسيبها تستوي. هنا في الجبنه التشادر المبشوره معاها الجبنه الفلامنك المبشوره، بداوا يسيحوا اهم، مع اللبن. هفضل اقلب فيهم على نار هاديه عشان ما يتحرقوش مني لحد ما يعملوا لي صوص، يعملوا لي جبنه سايحه. انا بس مستنيه، يعني هو ساح بس انا مستنيه السائل بتاعه يخف شويه عشان عايزه احطه مع الساندوتش،
فمش عايزه يبقى فيه سائل كتير. طبعا السائل ده من اللبن اللي احنا حطيناه ومن اللبن اللي جوه اصلا الجبن، فبرده على نار هاديه خالص، وهسيبه لحد ما السائل بتاعه يخف شويه.